فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو حديثنا في حصتنا اليوم بالتنس. وللاسف البارح كان انسحاب تونسيه انس جابر من بطولة سيناتي بعد انسحابها في المقابلة نتاع التور الثاني. تقريبا أنس ما تقدمتش برشا في البطولة هذه كما البطولة اللي قبلها في بطولة سان خوزي. شنو اللي صار؟ علاش شوية تراجع هذا الأنس؟ أيضا قبل حتى تصابت في الماتش في البطولة اللي قبلها وما كملتش المنافسات من الماتش الأول، كانت انسحبت أيضا في البطولة اللي قبل. طبعا شوية نعطيكم أكثر تفاصيل. معنا بالتليفون السيد هشام ريان المدير الفني للاتحاد الإفريقي للتنس، باش ناخذوا معاه عنده أكثر تفاصيل بخصوص اللي صاير مع أنس قبل بطولة مهمة اللي هي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وهي واحدة من أهم البطولات في العالم وواحدة من بطولات الجراند سلام. سي هشام أهلا بيك. مساك بالخير سيدي. مرحبا بك سي هشام. دونك كما كنت نحكي، أنس بعد ما وصلت الفينال في بطولة تقريبا ويمبلدون توقعنا أنها باش تكمل بالريتم هذا، لكنها في بطولة تورونتو الكندية غادرت بسبب الإصابة ضد الصينية اللاعبة كيونوين زينغ تقريبا، وكان إشغال في الاسم مصنفة 41 عالميا. ثم في بطولة سنسيناتي فازت بصعوبة على الأمريكية ماكنيلي مصنفة 179 عالميا قبل ما تنسحب في ماتش البارح، كانت ضد اللاعبة التشيكية بيترا كيفيتوفا مصنفة 28 عالميا. وأيضا في بطولة سان خوزي قبلهم أيضا أنس ما قدمتش المردود الكبير نستناوه فيه من لعبة، واللي عودتنا به أنس بعد ما انسحبت في التور الثاني ضد الروسية فيرونيكا كيدريميتوفا، كان الاسم هكا، المصنفة 20 عالميا. شنو صاير مع أنس، وهل طبيعي فترة التراجع هذا بعد تقريبا ما بلغت القمة؟ شوف، هو نتكلم على المردود الساعة، المردود صحيح، المردود ما كانش طيب في الثلاث أسابيع الأخرانية هذه، وفما أسباب معناها واحد ما مش باش يخفي معناها الأسباب حسب رأيي أنا، معناها ما نعرفش الخفايا، لكن أسباب نتاع ساتوراسيون، باسكو نتحدثوا على التنس بروفيسيونيل ونتحدثوا على اللاعبات ونتحدثوا على عدد المباريات وعدد البطولات إلى آخره. والمشكلة الأخرى هي الفترة أو الربع الثالث من السنة، الربع الثالث هو من جوان حتى سبتمبر، نحسبوا جوان حتى سبتمبر، فما 3 تورنوا دو غران شلام، 3 تورنوا دو غران شلام، رولان جاروس، ويمبلدون، ثم فلاشينغ ميدو ولا اليو اس اوبن. 3 تورنوا هذوما يتعبوا على ثلاثة دي سيرفاس ديفيرون، والتحضير يكون مختلف من بطولة إلى بطولة. علاش نقولوا ساتوراسيون؟ باسكو لي جوز، وخلينا نتكلموا على التنس فيمينا، لي جوز عندهم ان بروغرام دو بارتيسيباسيون، فما دي تورنوا عندهم اوبجيكتيف كيما قلت انت توا، البلوجيك برانسيبال هو اليوس اوبن، قبل هذا كان البلوجيك برانسيبال هو ويمبلدون، ووصلت للدور النهائي وكان في اوج استعدادها انس. الان دخلت في فتره تحضير بطولة اليوس اوبن، داكور، لعبت في سان جوزي في امريكا، ثم مشات لتورونتو، ومن بعد توا تلعب في سينسيناتي، هذوما كلهم بطولات تحضيرية. طبعا كنا نستناو في النتائج، لكن انا نفضل تكون النتائج في اليوس اوبن ممتازة وحتى متواضعة في البطولات هذيا، تكون العكس. فهمتني؟ نرجعوا علاش قلت فيدراسيون. شوف، هو نتحدثوا على التنس، داكور، التنس عادة في السنة لاعب بروفيسيونيل معناها نقولوا من 50 برومي في العالم عندهم برنامج يعملوه، معناها العدد المباريات اللي يلعبهم اللاعب تقريبا بين 50 و60 مباراة رسمية في السنة، اوكي؟ 50 60 مباراة، شوف احنا مازلنا في فان اوت ولا مي اوت، فهمت ولا؟ واحدة كيما أنس إلى حد الآن لعبت 51 مباراة. 51 مباراة عندها تقريبا ثاني أحسن نتيجة، عندها 38 فوز 13 هزيمة وفازت بدو تيتر، داكور، هذه الحصيلة نتاع أنس إلى حد اليوم. فهمتني؟ إذا كان نشوفوا المصنفة رقم واحد في العالم اللي هي سفياتك البولندية في بولندية، كيف انسحبت في المباراة الأخيرة؟ أي فوالا، عاملة أنس عاملة 15 تورنوا، هذه عاملة 14 تورنوا، عندها 50 فوز وسبعة هزايم، السبعة هزايم في السبعة بطولات الأخيرة، معناها بداية من قبل ويمبلدون إلى هذه البطولة، معناها لكن عندها دو تيتر، داكور، جوارات كيما ساكاري مثلا اللي هي جوست قبل أنس، عاملة أكثر من أنس، زوج بطولات، 14 بطولة، عاملة 53 مباراة.
28 فوز و17 هزيمه، ما عندها حتى تيتر معناها. بس بونتا فيرت نفس الشيء، 14 بطوله 24 فوز 17 هزيمه، واحد عندها ان تيتر. شوف توا كيما قلت لك الهدف هو دو سوبر، الا توت اون ديزان دو جور توا بور ريكوبري بور سونترني بور سو بريباري، سي تري امبورطون. يلزمها تركز، يلزمها تركز على الاخطاء اللي قامت بها خاصه في البطولات الاخيره، وخد البطوله الاخيره هذه ما كانتش حسب رايي انا، معناها ما نتكلمش معناها مانيش حاضر في الوحده، فما شويه بعض الاخطاء في الارسال، فما بعض لي روبير، فما لو ديبلاسمون يعني با معناها سور سي جون بوميستيل سودوا في الروتور دو سيرفيس، ماهيش كيما العاده اونس ما توجعش في الروتور دو سيرفيس نتاعها، معناها هذوما سي دي بتي ديتاي اللي واحد ياخذهم بعين الاعتبار. وهذه عندها الوقت الكافي توا في الايام القليله القادمه 10 ايام توا 12 يوم تفصلنا من بطوله اليو اس اوبن، باش اكيد اكيد باش تحسن الاوضاع هذه وتكون على احسن استعداد للمغامره الهامه اللي هي بطوله امريكا المفتوحه. هذا هو حسب رايي انا، فهمت ولا لا؟ دونك يفو با معناها دراماتيزي لا شوز، سا اريف سي توت افي نورمال، سي معناها حاجه طبيعيه جدا في التنس بروفيسيونيل فيمينا، نتكلم عن التنس بروفيسيونيل فيمينا توا. دونك يلزمهم العباد تفهم انه ما نجموش نكونوا على اوج الاستعداد 12 شهر 52 اسبوع، لازم فما اوقات فراغ، فما اوقات تدريب، فما اوقات اخرى اعتبارات اخرى يلزمنا نجمو سي هشام نشبوه بوقت الفراغ اللي جاها في رولان جاروس واللي كان قبل ويمبلدون وبعد عادت من جديد ووصلت الفينال، نجم نشوفوا السيناريو هذا؟ شوف هي بالضبط، شوف هي قبل رولان جاروس اللي كان ما كنتش معناها نتبعوا، عملت برلين وعملت مدريد وعملت روما، معناها بطولات في احسن مستوى كانت معناها في اوج العطاء نتاعها، هي جات في رولان جاروس وكانت من سورت دو ديكومبريسيون في ساريفا تو لي جوز، معناها تو لي جوز خسرت من الدور الاول وكان حتى حد ما يستنى في الشيء هذا، لكن صار الان نقلبوا المعطيات، فهمت ولا؟ شوف ما عملتش بطولات جيده في الفتره هذه شهر اوت كامل، فهمت ولا؟ وحتى في نهايه شهر جويليا بعد ويمبلدون، الان توا بون انتراسيكمون بارنو سي اون جوز كي توت لي كاليتي كي لو بوتونسيال دالي تري لوان في اي بطوله عالميه، فهمتني؟ ما عطاتش نتائج طيبه في الفتره هذه، اكيد حسب رايي اكيد باش تتلافى النقائص هذه وباش تكون جاهزه في بطوله اليو اس اوبن، هذا حسب رايي انا. وهي ايضا باعترافها هي بدا قالت نحس في روحي ماهيش نقدم في المضمون اللي مستانسه به، حتى في تصريحها الاخير انس جاب بعض المقابله الاخيره اللي انسحبت فيها. فهمتك، اكيد اكيد ما سمعتوش التصريح لكن نمشي معاه ونصدقها، لانها معناها الانسان انسان راهو ماهوش ماكينه، فهمت ولا؟ اون بو با اتر بيرفورمون سور اون بيريود تري لونغ، معناها فما دي بيك، فهمت ولا؟ البيك حسب رايي انا اللي لازمها تركز عليه هو اليو اس اوبن، الاسبوع اللي يبدا في نهايه شهر اوت 29 ولا 28 اوت يبدا التورنوا، 29 اوت يبدا التورنوا نتاع 11 يوم مازال بالضبط، بعد 10 11 يوم تكون باذن الله جاهزه، فهمت ولا؟ سورتو يفو دراماتيزي، يفو كومبروند لا سيتياسيون. سي هشام باش ناخذ رايك بصراحه، اللي صار الأنس في تونس بعد ما روحت من ويمبلدون، الاستقبال نقولوا الشعبي الكبير، أيضا استقبال من الوزارة، شفناها حتى في كرتاش المسرح البلدي في برشا بلايص شفناها، بصراحة ينجم يخرجها من التركيز نتاعها خاصة الموسم ما فيهش، ولا لا ما عندوش علاقة، ينجم بالعكس يهزلها المورال نتاعها؟ والله هو حوايج معناها جانبيه حسب رايي يعني، هذوما توا يخرجها من التركيز، المحترف ما يخرجش من التركيز نتاعو، يعرف ايش يعمل، فهمت ولا؟ والانسان المحترف راه ماهوش عايش صباح وليل هو في الملعب نتاع التنس، ولا يلعب بطوله ولا يعمل اونترينمون، اذا دي 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 تون معناها دو رولاكساسيون، دي تون دو روبو، دي تون دو ريكوبيراسيون، اي بوي شنو مشات استقبلت السيد الرئيس، مشات للكارتاج بور اون اور بوتيت دو تون، مشات معناها جو نو بونس با كو سو سوا معناها كيلكو شوز كي افيكتي لي بيرفورمانس اكتويل نتاعها، هذاك بعد ان لون معناها
ماراثون معناها على الجازون معناها بيرمنغهام جبتوا وبعد ومبلدون وقبلها جبتوا روهامبتون لعبت 3 تورنوا ووصلت للفينال في ومبلدون يدفو كلكو طون دو ريكيبيراسيون 3 ايام 4 ايام الفون ميم با جوي تنس تلعب شويه معناها خفافي وبعد الريبرو وبلوس سوني با لا ميم سيرفاس معناها سوني با لو ميم اوبجيكتيف معناها مش دخلتوا ظهرلي مش دخلتوا الامور هذيا واستقبال وكذا وكذا ça fait partie de la vie d'un athlète معناها كي نشوفوا احنا اللعبه الكازاخستانيه اللي فازت بومبلدون اش عملوا لها امشي ادخلوا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الانترنت تشوفوا اش عملت معناها سايتي ان تريك اكستراوردينير pour un pays comme le Kazakhstan une fille gagne pour la première fois un championnat de grand chelem c'est la première asiatique hein, pour votre information c'est ma kazakh هذيك اللي هزت التورنوا عملوا لها حتى وقت كبير احنا نفرحوا ما فماش ما نظنش انه معناها عنده تاثير ولا حاجه كي هكا في الراهي يفو برود لا شوز معناها اكثر عقلانيه وواقعيه والبنيه نشجعوها ونتبعوها ولا بزوان دو سيبور يفو كونتينيو لا سيبورتي وهي نعرفها نعرف شخصيتها مش باش تخذل معناها الجمهور التونسي وتواصل وان شاء الله دائما تشهد السعاده ان شاء الله اكيد يعني نتمناوها الناس الكل في شنو هي حظوظها في امريكا سي هشام؟ شكون شنو هي حوالها الساعه؟ انس بيان سور شنو هي حظوظها؟ اكيد انا يقول لك عندها توت لي شونس دالي في الكاريداس معناها نعطيك بكل صراحه معناها حسب اللي نعرفها انترنسيكمون بارلون ال بو الي تري لوان واش تدير الكاريداس اللي هو الدور النصف النهائي والنهائي فهمت ولا والاستراد دو فاسون فافوريت الاستراد برمي لي تيت دو سيري لي كات ولا سانك بروميير تيت دو سيري دونك دو ديفوند سي شونس عندها الامكانيات ويلزمها هي تكون واقعيه ومعناها تؤمن بالقدرات نتاعها ويا با تشوف تنس فيمينا يا با دو فري فافوري يا با ما فماش نجي نقولوا احنا توا جوكوفيتش وسيناد وما نعرفش انا زفيريف وكذا نعرف هذو الاربعه باش يجي ثلاثه منهم باش يجيو للدومي فينال كان جا جوكوفيتش ما معناها تيك اكزومبل انا اي فاهمك مي شي لي في معناها elles sont toutes des challengers elles sont toutes des outsiders واللي تصنيفها 87 في العالم تعمل لك كل سوربريز وتوصل للفينال نفكر احنا ليلى فرنانديز عملناه ولا عملت والا راكو كانوا فهمت ولا في استراليا اش عملت جاي من الكاليف وهزت التورنوا دونك نقولوا يلزمها انس ترد بالها تعطي قيمه لكل مباراه تلعبها مهما كانت المنافسه معناها الادفيرسير ما تقولش انا جو سوي فافوري سو لو بابي يا با دو فافوري سو لو بابي يفوا اتر معناها بريت لو جور جي فهمت ولا اي بي جوي تو لي ماتش افيك معناها نفس العزيمه ونفس التركيز ونفس واحد خاطر سي كوم سا كيلبو الي تري لوان فهمت ولا اي بي الي كابابل دو الفير هي يمكن لها الوصول الى هذا الهدف مش حتى اشكال حسب رايي واضح يعطيك الصحة شكرا لك سي هشام وبالتوفيق الأنس إن شاء الله في بطولة أمريكا اللي ملي كل شيء ممكن وتعوض إن شاء الله ما نعرفش كملت معنا سي هشام فقط تاخذ سؤال ينجم يأثر على الكلاسمون نتاعها اللي صار في البطولات الثلاثة الأخرانيين ولا لا؟ لا ما فما حتى تأثير دايور هي كان جا معناها صعب على الحظ وفازت البارح فهمت ولا مهما كانت النتيجة الأخرى ولا حتى كانت تخسر اليوم فهمت ولا باش تطلع كان باش تطلع في الكاتريام بوزيسيون ما عرفتش تكون معلومه اخرى معناها لان المنافسات نتاعها اللي قبلها الكل خسروا كيف كيف في الادوار الاولى فهمتني هي لافي اون شونس دو باسي كاتريام الاسبوع الجاي لكن بالخساره نتاعها با سو مانتونير سانكيام دونك ريسترا سانكيام جوسكا اليو اس اوبن فوالا واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي هشام الرياني المدير الفني للاتحاد الافريقي للتنس على كل التفاصيل هذم اللي مديتنا بهم بخصوص انس جابر وايضا كنت فسرت اسباب التراجع الاخير ليها في البطولات الثلاثه الاخيره واليوم في الحقيقه بطولات تحضيريه اليو اس اوبن البطوله الاهم اللي تعود عليها انس ان شاء الله للفوز باول القابها في الجراند سلام كل شيء ممكن رغم صعوبه المهمه اكيد الاخبار وبعد مكملين في البلاي حتى